بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يوجد كنز غذائي وتجميلي أعظم من التمر. هذا موسم التمر، وسنستغله إن شاء الله في خلطات الشعر والبشرة، حيث أنه يتفوق بجدارة على الكافيار وعسل النحل، يغذي الجسم والمخ، البشرة، الشعر، تغذية لا مثيل لها. ولأننا نسعى كلنا للتغذية القصوى، لن نكتفي إن شاء الله بتناول 7 تمرات على الريق يوميا، بل سنعمل كذلك منه إن شاء الله وصفات طبيعية يجمل زينتنا الخارجية. إن شاء الله راح نستخدم اليوم قناع من التمر. التمر أي نوع تمر متوفر عندكم ببلدانكم؟ الحمد لله البلدان العربية تزخر بأنواع التمور كلها. نحتاج إلى في هذا القناع إلى أي نوع تمر عندك، حوالي 10 تمرات، قطعيها قطع صغيرة بهذا الشكل. نحتاج كذلك إلى حليب، ونحتاج كذلك إلى ماء ورد صالح لجميع أنواع البشرة، ونحتاج إلى ليمون. أولا قومي بنقع التمر بملعقة كبيرة من الحليب وملعقة كبيرة من ماء الورد، أو حتى يعني هكذا، انقعيه ليلة كاملة في هذا المزيج من الحليب وماء الورد. بعد ما ينقع ليلة كاملة اهرسيه بالشوكة، أو يفضل أن تضربيه في الخلاط. بعد ما تضربيه في الخلاط نتحصل على هذا الكريم. من تعاني من الكلف وبشرتها ليست حساسة، تضيف عصير ليمونة كاملة إلى هذا الكريم. ليمونة كاملة عصيرها تضيفه إلى هذا الكريم، ثم بعد ما تضيف عصير الليمون إلى هذا الكريم ضعي القناع، هذا القناع ضعيه على بشرة وجهك لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليه بماء فاتر ثم ماء بارد، ويمكنك تكرار هذا الماسك 2 مرات في الأسبوع، وستلاحظين الفرق بنفسك. ستتخلصين إن شاء الله تعالى من البقع البنية، الكلف، الحبوب، الرؤوس السوداء، النمش، وشكل الوجه الشاحب، كلها بفضل ماسك التمر إن شاء الله. وبالأخير أتمنى أن يكون فيديو اليوم ومعلومات اليوم حلوة ومفيدة لكن إن شاء الله تعالى. دعواتي للجميع بالستر والصحة والرزق الوفير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.